حكايتنا اليوم حكاية دبر علينا من دبر، دبر علينا معلمنا. يحكيوا على راجل عنده مرأة وسبعة بنات ولاد، زوالي كيف ما نقولوا، إذا كان افطر ما تعشى، وإذا تعشى ما افطر. هاي نهار قالت له مرته: يا راجلي العزيز، طبعا عنا مدة ما كليناش العصبان، كان تمشي تشرينا شوية الحم وشوية شحم، خليني نعمل العصبان كسكسي بالعصبان بنين نهار اليوم. قالها الله يبارك يا برا. أي سيدي مشى للسوق، وكل المرأة جبدت الماعن، جبدت قصعة وبدأت تقص في المعدنوس والصلق والبصل، وقاعدة تستنى. سي وخينا رجلها يجي عقب النهار، يد فارخة والأخرى شيء ما فيها. يا راجل وه، تي وين الحم وين الشحم وين الكبدة وين الملازمة متاع العصبان؟ قالها يا امرأة: دبر علي معلمنا قال دبر علينا من دبر، قال اللي باش تصرفوا وتشري به الحم وتصرفوا فيما لا يعني، زيد عليه شوية وخذ علوش يصلح لكم نهار العيد وشدكم مدة طويلة وتفرحوا به انتوما وك الصغيرات. هيا قالت له: يرحم والدين هالمعلم المدبر، ويرحم والدين الكريشة اللي تخبط فيها. هيا خرج الراجل الصباح زعمة ماشي للسوق، وكل المرأة مشات جبدت موثق دقته في الحيط وربطت معها حبل وقعدت تستنى في رجلها. عقب النهار جاء رجلها كالعادة، اليد فارخة والأخرى شيء ما فيها. أوه يا حارقة يا سهدة يا رجل، تي وين العلوش؟ قال: اسمع يا مرأة، دبر علينا معلمنا دبر، قال الفلوس اللي باش تشري بها علوش وتصرف ويمشي فيما لا يعني، علاش ما تشريش بها تريف صيغة لمريتك تقعد الغدوة وتفيش بها مريتك على الجيران؟ قالت له: يرحم والدين هل المعلم المدبر، ويرحم والدين الكريش اللي تخبط فيه. أي سيدي امشى سي الراجل خرج كالعادة، وكل المرأة هزت فليجة متاحة وهزت تبش العرس وعملت حمام، تعدات للماشطة، زينت لها، حنت لها، حرقست لها، ولبست الكسوة متاع العرس متاعها، وقعدت فوق البنك متصدرة. جاء سي وخينا راجلها العشية كالعادة، اليد فارغة والأخرى شيء ما فيها. وه يا راجل يا حرقة يا صهدة، تي وين هي الصيغة وين الجوهر وين الياقوت؟ قال: اسمع المعمر قال لي دبر علينا، قال لها دبر علينا من دبر، دبر علينا معلمنا، قال الفلوس اللي باش تصرفهم في الصيغة وفي الواحد وفي ما لا يعني، علاش ما تخممش على غدوة وتشري بيهم دويرة تستر بيهم مريتك وليداتك الصغار؟ قالت له: يرحم والدين هالمعلم المدبر، ويرحم والدين الكريشة اللي تخبط فيها. أي سيدي غبرك الراجل عم روحه مشى يلوج على شيخ البلاد باش يجيب لها المفتاح، وقعدت هي لمدت الدبش وكالدوزان وكل حوايج متاعها، وخرجت الصغيرات تقولش عليهم مصروف في الميزان، وعملت عركة مع مولات الدار، وقعدت تستنى في رجلها البرة من الدار في الشارع. عقب عشية جاء آية، قال لها: آية نهزك للدار جديدة، هاني دبرنا لك دار جديدة يا امرأة، افرح. قعدوا ماشيين 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 حتى لين وصلوا لدار خربة. الدار الخربة يا سيدي هذه موجودة في طرف البلاد، منعوتة بالصبع، معروفة دار مسكونة، وكل من يمشي لها يصبح يموت. أي يا سيدي حللها الباب، دخلت هي، دخلت وليداتها، قال لها: خل نمشي نجيب لك ما تاكلوا والماكله متاعكم والشراب متاعكم، ما يلزمكم جمعه كامله. وفصع هرب ماشي في باله زعما غدوه باش يلقاهم موتى، وشي يحضر لهم في ثمانيه نعوشه، نعش لمرته وسبع نعوشه لولاده. هيا دخلت المراه
غسلت لهم اكل الوليدات، وكلتهم مكتب من ربي، رقدوا وقعدت هي تغزر كل حيوط كل الدار الخربه وكل الشقوق. هي كاكا عند نصف الليل يخرج لها من الشق واحد حنش عضروت طويل، جاها يجري يا مراه، قال لها تخدمني ولا نخدمك، تخدمني ولا نخدمك. قالت له هيا يا سيدي من حينك هاك تشوف الدار خربه، هيا ادهن وبيض وقشتل وريقل. ادهن سي وخينك الحنش، قعد ليل كامل يدهن فك الدار ويصلح فيها ويبيض فيها. رجع لها يجري امراه نخدمك ولا تخدمني، نخدمك ولا تخدمني. قالت له هيا من حينك، هيا جيب الدوزان والموبيليا والزرابي والريدوات، من حينك يا سيدي عمرك الدار بالموبيليا والدوزان والزرابي والريدوات. رجع لها كالعاده يا مراه نخدمك ولا تخدمني. قالت له هيا فاش تستنى، هيا جيب الدبيشات للاولاد والصغار وليا والرويجلي، تبش الربيع تبش الصيف تبش الخريف. وقعد يا سيدي مشى عمر لها الدار الكل ما يلزمهم دبش نتاع عام كامل، هي وولادها ورجلها، وزاد كمل جاب لها الفلوس كوارت بو خمسة وكوارت بو عشرة، وعمر لها الكاسة والجوهري والياقوت والذهب الحسيل. رجع لها يجري يا مرأة نخدمك ولا تخدمني، نخدمك ولا تخدمني. ايا قالت له واش مازال ريتش هكا الشق هذاك، ووقف الدار مازال فما شق كبير، اي صلحوا من حينك. وتخلفك الشق بدا ينفخ بدا ينفخ، حال الفم وليل كامل بدا ينفخ 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 حتى لين اذن الفجر. هو اذن الفجر وتقاعد ولا شباب زين وعين مصلي على النبي. جاها يجري ويلهث، قال لها صح عليك يا امراه، انا حكم عليا السلطان سليمان باش نقعد حنش حتى لين تجي مراه وتخدمني ليل كامل. هاوك جيت انت وخدمتني ليل كامل، وان شاء الله هذا الكل والقصر هذايا واللي فيه والفلوس والخيرات جازتك الكل ليك. ايوا سيدي ومشى على روحه. اي من حينك سي وخينا رجع وجايب معاه ثمانيه منعوشه، ماشي في باله باش يلقى مرته ميته هي وك الصغيرات. هو حل الباب ويلقى مرته قدامه وك الدار قصر، الله مصلي على النبي. يا اخي قالها مازلت حيه ما متش؟ قالت له اخي مش دبر علينا ما ندبر، دبر علينا معلمنا، شفت الخير والنعيم اللي احنا فيه. وكيف ما يقول الخراف والفداوي، مشينا مشينا وجينا ورحمة الله على والدينا. هيا تصبحوا على خير.